هذه قصة امرأة كانت تعيش في قصر فرعون. كانت امرأة صالحة تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون، وكانت مربية لبنات فرعون. من الله عليها وعلى زوجها بالإيمان، فعلم فرعون بإيمان زوجها فقتله. فصبرت المرأة واحتسبت، وثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون، تنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. وبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما، فقالت ابنة فرعون: الله، بسم الله، إذا وقع المشط من يديها فقالت أبي. فصاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت: كلا، بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أنه عبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها فرعون بذلك، فتعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره. فدعا بها وقال لها: من ربك؟ قالت: ربي الله. فغضب عند ذلك فرعون، وأمرها بالرجوع عن دينها، وحبسها وضربها، لكنها ثبتت على الدين. فأمر فرعون بقدر من نحاس، ثم ملئت بالزيت، ثم أحمي حتى غلى، وأوقفها أمام القدر. فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى ربها، فصبرت على ما أصابها. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح وتطعمهم. فأحضر أبناءها الخمسة، تدور أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون، فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون. فبكت وأقبلت عليهم تقبلهم وتبكي بين أيديهم، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم، فأجره الجنود، ثم رفعوه إلى الزيت المقلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون، يحاول الفكاك والهرب، ينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين، وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه تودعه. فما هي إلا لحظات حتى إذا غيب ذلك الصغير بالزيت، والأم تبكي وتنظر إليه، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة، حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت. نظر إليها فرعون ثم أمرها بالكفر بالله، فأبت عليه ذلك. وعندها غضب عليها فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث. فما هي إلا لحظات حتى ألقي في ذلك الزيت وهي تنظر إليه، فطفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه. والأم ثابتة على دينها، موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث، فسحب ثم قرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب بالزيت، وفعل به كما فعل بأخويه، والأم ثابتة على دينها. عند ذلك صاح فرعون بالجنود وأمر بالطفل الرابع أن يلقى بالزيت، فأقبل الجنود عليه وكان صغيرا قد تعلق بأثواب أمه. فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها. فحال بينه وبينها، وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة، وهم لا يرحمونه. وما هي إلا لحظات حتى غرق الصغير بالزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت أمه رائحة لحمه، وعلت عظامه صغيرة بيضاء فوق الزيت يتقلب بها. ونظرت الأم إلى العظام وقد رحل عنها إلى دار أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه. فطالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات في حجرها وألبسته ثيابه، بكت وجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك. فالتفتوا إليها، ثم تدافع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع من يديها، وكان قد التقم ثديها ثم انتزع منها.
صرخ الصغير وبكت المسكينة، فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنطق الله تعالى الصبي في مهده وقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. ثم ألقي في الزيت وانقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته. مات وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعراتها، وعلى أثوابه قطرات من دموعها. ذهب الأولاد الخمسة، وها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت. تنظر المسكينة إلى هذه العظام، إنها عظام أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا، إنهم فلذات كبدها وعصارة قلبها الذين لما فارقوها كأن قلبها قد أخرج من صدرها. لكن علمت أن ما عند الله خير وأبقى، ثم لم يبق إلا هي. أقبل عليها الجنود ثم دفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليلقوها بالزيت نظرت إلى عظام أولادها، فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت: عندك لي حاجة؟ فصاح بها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر، واحترق جسدها وطفت عظامها.